وبفضل التواصل والتشاور المستمر بين وزارتي خارجية بلدينا، تمكنا من إنجاز سياسي غير مسبوق في تاريخ علاقات البلدين، حيث عقدت الاجتماعات الرئاسية وتمثلت الآلية المتفق عليها في 3 مستويات: مستوى كبار المسؤولين برئاسة وكلاء الوزارات، المستوى الوزاري، ومستوى القمة. ولعلي أسترجع ما كنا نتحدث فيه صباحا أن فخامة الرئيسين المشير عمر حسن أحمد البشير والمشير عبد الفتاح السيسي التقيا 19 مرة خلال الفترة الماضية، وهذا رصد غير مسبوق في تاريخ البلدين بل في تاريخنا. وكذلك ما زال المواطن السوداني يعاني من الحصول على ترخيص العمل بصورة قانونية وميسرة، حيث تعتبر معدومة، وذلك لأنها تأخذ وقتا طويلا. بأهمية التأشيرة لأعمار محددة من أشقائنا المصريين يأتي في هذا الإطار، ونرى أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الآليات المتفق على سد الثغرات وتعزيز الثقة بين تلك الأجهزة، وعدم تقديم أي نوع من الأشكال الدعم والالتزام بعدم إيواء أي من بلدينا لأي عناصر ناشطة، خاصة تلك التي تحمل السلاح، مهما كانت الدواعي والأسباب لاستضافتها. وهنا أرجو أن أشير إلى أن بث المشاهد المستمرة في القنوات المصرية شكلت رأي عام داخلي رافض دخول المنتجات الزراعية المصرية، وضغطت على المسؤولين السودانيين، بل اتهمنا بالتواطؤ في بعض الأحيان وعدم الاهتمام بصحة المواطن في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من الدول إجراءات مماثلة، ولكن أتمنى أن نتجاوز هذه المعضلة في القريب العاجل.